أهمية بدور هذا العالم الرقمي والتسويق الإلكتروني في تسويق ربما قبل نهضروا على تسويق الوجهة، وجهة المغرب كوجهة يعني سياحية واقتصادية، حتى بالنسبة للمنتوجات، بالنسبة لأصحاب المشاريع والمنتوجات، يعني عندنا هذا الإقبال ديال التسويق الرقمي. هو الإقبال ديال التسويق الرقمي على صعيد الخضر والفواكه للحداني إلى عقلتي من قديم، يعني هذه تقريبا 41 سنة كتلقى الليمون ديال المغرب فيه ديك تيكيتا الكحلة اللي مكتوب فيها بالبيض المغرب والتحت ماروك بالفرنسية. دابا بيان سور هادشي كلشي غيتقلب للإنجليزية، يعني في الجودة ديال الخضر والفواكه حنا معروفين على الأقل هذه 40 سنة. دابا زوج ديال العلامات جداد ما يسمى بلابيل، وهو ديال الصناعة، ملي كتبدا دير صناعة السيارات وكتبدا على الأقل بتركيب وصناعة جزء كبير من القيمة المضافة ديال الطائرات اللي هي صناعة دقيقة جدا وماشي أي واحد غادي يثق فيه العالم الغربي المتقدم باش يعطيها ليه. والعلامة الثالثة وهي السياحة. السياحة هي أيضا شنو اللي تزاد للحنين؟ السياحة كانت دائما ديال المغرب ممتازة، فيها الأمان الحمد لله، ما كاينش الإرهاب وكاين الجودة، وبالنسبة لنا حنا دولة يعني صغيرة ملي كتشوف الخريطة، ولكن فيها البركة، فيها 3600 كيلومتر ديال الشواطئ بجميع التنوع ديالها، البحر الأبيض المتوسط، التقاء ديال جوج ديال المحيطات اللي هو واحد المنظر جميل في طنجة، وعاد انت كتنزل حتى كتوصل لواحد المناطق اللي هي في نفس الوقت صحراوية وفيها الولوج إلى البحر. أنا واحد المجموعة ديال الأصدقاء ديالي كيجوا من الخارج اللي احنا ما عمرنا مشينا شي دوله اللي انت كتمشي للشاطئ وفي نفس الوقت كتلقاها في الصحراء، صح؟ عيون بوجدور، يعني هو كتلقى الصحراء ربما تلقى حتى مجاور للشاطئ كاين الجبال، يعني هذا الشيء ما تلقاه غير في المغرب فعلا. الحمد لله هذا التنوع كله المغرب معروف. انا سافرت المناطق اللي فيها ناس ما عندهمش ثقافه عامه بزاف، بحال شمال امريكا الناس ما معروفه ما عندهاش ثقافه، كتلقى عنده تخصص تقني ما تلقاش عند واحد اوروبي، ولكن محدود. ملي كتبدا تتكلم معاه كيقول لك مراكش فاس. بعض المرات كيبدا يضحك معاك على الفيلم ديال كازابلانكا، هذيك علاش كنوجه واحد النداء هنا، واحد القوس صغير، يا ريت دار اعاده انتاج فيلم كازابلانكا، لانه راه ادى واحد الخدمه للمغرب والمدينه الدار البيضاء ما كيعرفوا الا اللي سافر المناطق النائيه بحال كوبا بحال جامايكا بحال هادو. كانوا عندنا اصدقاء، انا اصلا مشيت لكوبا، كيجبد معاك الفيلم ديال كازابلانكا ويعطيك اسم الممثلين اللي كانوا فيه. هذاك الشيء من هنا فين جاتني الفكره ديال هذا النداء، يا ريت تتم اعاده الانتاج ديال هذاك الفيلم نفس السيناريو ولكن بالتقنيات الرقمنه ديال الرقمنه الجديده. وهذا النداء ربما استاذ عتيد راه داخل في اطار علامه المغرب اللي هو ما بقيناش فقط كنروجوا للمغرب كوجهه سياحيه لانه هو فعلا وجهة سياحية ومعروفة، وإنما كنروجوا للمغرب كوجهة استثمارية، كوجهة ثقافية، يعني وسعنا المجال ديال ترويج المملكة المغربية.